هي عن الطفرات. سبق وأن تكلمنا سابقا عن موضوع الطفرات، وتكلمنا عن الطفرة النقطية. اليوم راح نتكلم بشكل عام في هذه المحاضرة النظرية عن موضوع الطفرات. مثل ما تلاحظون بداية المحاضرة اللي هي ميوتيشن، يذكرون هنا أنا كتعريف بسيط أو كمدخل لهذا الموضوع، إنه هي as any sudden and abrupt، اللي هي أي sudden and abrupt changes، اللي هي أي تغيير مفاجئ أو غير متوقع to the genetic or heredity material، إلى المادة الوراثية of an organism. فده يذكر لنا كمدخل لهذا الموضوع، اللي هي أي تغيير مفاجئ أو غير متوقع للمادة الوراثية لأي كائن حي. وإحنا نعرف المادة الوراثية لكل الكائنات الحية، يا أما تكون DNA أو تكون RNA. فده يذكر لنا أنه these changes، هذه التغييرات ممكن أنه تحدث بصورة مفاجئة، ومثل ما ذكرت بصورة غير متوقعة. إذن هذا ممكن أنه يكون تعريف بسيط أو مدخل لموضوع الطفرات. The changes are usually random، التغييرات دائما ما تكون عشوائية، و disruptive اللي هي راح تغير لي المسار الطبيعي لهذه المادة الوراثية. فده يذكر لي أنه هنا راح تغير المسار to the normal functioning of the body، راح تغير المسار الوظيفة الطبيعية للجسم، أو ممكن راح تغير لي صفة محددة من الوضع الطبيعي إلى وضع غير سائد. ليش إحنا نقول طبيعي؟ في بعض الأحيان بعض الصفات ما راح تكون شائعة، وراح يجينا في التغيير بسيط بالمادة الوراثية راح يظهر لنا صفة جديدة تكون غير شائعة، لذلك إحنا نقول عليها غير طبيعية. وفي بعض الأحيان الصفة هذه الغير طبيعية اللي هي ممكن انه تسبب فد مرض محدد. فمنطينا كمثال على الطفرة او الطفرات a single nucleotide pair or larger gene segment، يعني هنا دا يذكر ان الطفرة ممكن انه تكون بقاعدة او بزوج نيتروجيني واحد او بحجم اكبر من القواعد النيتروجيني، اللي هو ممكن يكون جزء من جين التابع لكروموسوم محدد، ممكن كان بي افكتد، ممكن انه يتاثر بهذه الطفره التي may result، التي ممكن انه تكون ناتجه او ينتج عنها ان ا ديفرنت فينوتايب، اللي راح ينتج عنها ممكن ينتج عنها. هنا انتبهوا ذات may result اللي هي بها احتماليه ممكن انه ينتج تغيير بالفينوتايب او بالمظهر الخارجي. واحنا ذكرنا سابقا انه مو كل الطفرات راح تغير لنا بالفينوتايب او بالمظهر الخارجي، لذلك هنا انا مستخدم كلغه مستخدم مي، اللي هي راح تنطي احتماليه نسبيه لحدوث تغير بالمظهر الخارجي او الفينوتايب than normal عن الطبيعي leading to genetic variation، التي ممكن انه تؤدي الى تغيير بالماده الوراثيه. هنا دا يذكر لنا انه الجينيتك فاريشن هذا نفسه اللي دا نتكلم عنه او التغيير الوراثي ممكن انه ينتج عنا جينيتك ديس اوردر از ويل. الجينيتك ديس اوردر اللي هو التغيير الوراثي اللي راح يؤدي لنا الى مرض معين، او الجينيتك اللي هي او التغيير الوراثي غير الطبيعي اللي ممكن انه ينتج عنا الفينوتايب ماله اللي هو راح يسبب لنا فد مرض محدد. animals الحيوانات والفنجاي اللي هي الفطريات وplants النباتات وas well as viruses اللي هي الفيروسات ايضا exhibit mutations، يعني كل هذه الكائنات الحية ممكن انه تظهر طفرة وراثية، وهذا الشيء طبيعي. وده تلاحظون هاي الايام ده يذكرون انه كوفيد 19 او فيروس كورونا صارت به الطفرة البريطانية، صارت به الطفرة الجنوب أفريقية، صارت به الطفرة الهندية. طبعا الكلام دائما ما يكون به مبالغة بهذا الموضوع. الطفرات بالأحياء المجهرية وخصوصا بالفيروسات شيء طبيعي جدا، ومو كل الطفرات
احنا دا نتكلم الان مو كل الطفرات هي راح تسبب فد ضرر. اذا تلاحظون او اذا قريتوا او اذا اطلعتوا الطفرة البريطانية ادت الى حدوث ديليشن او الى حذف لبعض القواعد النيتروجينية. هذا الحذف هو ليس من صالح الكائن اللي صار بيحذف بالمادة الوراثية، لذلك معناها انه هذا يؤدي الى ضرر بالكائن اللي صارت به هذه الطفرة اللي هي الحذف. لذلك موضوع الطفرات هو موضوع طبيعي، وليس كل الطفرات هي ذات فائدة للكائن، بل ان اغلب الطفرات او الغالبية اللي نقدر نقول 70-80% هي راح تكون مؤذية لنفس الكائن. معناها الفيروس اذا صارت به طفرات عديدة ممكن انه 80% من عندها هي تأذي الفيروس وما راح تأذي الوسط اللي راح ينتقل اليه. هذا في التوضيح بسيط لموضوع الطفرات. ان شاء الله من بعد المحاضرة اذا قرأتوا هذه المحاضرة راح تلاحظون شنو تفاصيله. هنا يذكر لنا so we may define mutations. هنا انتبهوا في موضوع ثاني، هنا يذكر لنا ممكن انه نعرف الطفرة على انها as the spontaneous changes اللي هي التغييرات العفوية او التغييرات الطبيعية ذات effect التي ممكن انه تأثر على شنو ال DNA او ال RNA or the genes او الجينات or sometimes او في بعض الاحيان complete chromosome. يعني انه ممكن كتعريف بسيط للميوتيشنز او للطفرة انه تغيير عفوي او ظرفي نتيجة الظرف اللي يمر به الكائن الحي واللي تتأثر عليه في الظروف قد تكون بيئية او غيرها، ممكن انه تغير ال DNA اللي ممكن تأثر على ال DNA او ال RNA حتى نشمل كل الاحياء او الجينات او في بعض الاحيان الكروموسوم كليته راح يتأثر بهذه الطفرة. وليش تأثر على كل كروموسوم؟ هناك بعض الطفرات اللي تسمى structural mutations او الطفرات التركيبية ممكن انه تغير بتركيب الكروموسوم وبالتالي راح تأثر على تركيبة كل الكروموسوم. ف depending upon اعتمادا على the type of mutation نوع الطفرة، اعتمادا على نوع الطفرة that has occurred، اعتمادا على نوع الطفرة التي حدثت او التي تحدث treatment العلاج او المعالجة may be possible. وهنا أنا ايضا ذاكر may لانه المعالجة ما راح تفيد بكل الامراض اللي راح تسببها الطفرات، وراح تشوفون فد امثلة عليها. مثلا الكانسر اللي هو السرطان is a disease وهو مرض caused by mutations اللي هو ديصير هذا المرض ديصير بسبب وجود الطفرات and is treatable وانه ممكن يتم علاج السرطان بتقدم العلم. حاليا بعض انواع السرطانات ممكن علاجها through من خلال radiation الاشعاع and chemotherapy والعلاج الكيميائي. اذا هاي حالتين ممكن من خلالها انه يتعالج السرطان. اذا بعض الامراض الوراثية التي تحدث نتيجة الطفرات قسم من عندها ممكن علاجها، والقسم الاخر اللي راح نتكلم عنه هنا another disease اللي هو امراض اخرى caused by mutated cells او بسبب طفرات في خلايا مثل is sickle cell anemia اللي هو ما يسمى فقر الدم المنجلي which has treatment methods being used currently but still no cure. يعني بعض هذا المرض اللي هو فقر الدم المنجلي في بعض الأحيان يستخدموا له أمور يحاولون يعالجوا لكن لحد الآن ماكو فد علاج نهائي إله. واللي ما يعرف شنو السيكل سيل أنيميا، ما أعرف إذا تطلع الصورة عندكم، راح أحاول أشوفكم هاي الصورة. إذا تلاحظون هاي الصورة الآن هاي كريات الدم. دكتور مجد،
طلعت. نعم هسه طلعت الصورة، اي واضحة دكتور، واضحة الصورة. جيد. هاي كريات الدم الحمر اذا تلاحظوها دائما ما تكون الشكل الطبيعي لكريات الدم الحمر هو بشكل قرص، ويكون بهذا الفراغ بشكل الحوض حتى تكون قادرة على حمل أكبر كمية من الأكسجين، لأن مثل ما تعرفون وظيفتها هي التبادل الغازي. لكن بهذه الطفرة شرحت الدم الحر اللي هو تسمى سيكل سيل أنيميا أو فقر الدم المنجلي يسمى، تلاحظون الشكل هذا المغزلي، هاي كريات دم حمراء بسبب الطفرات اللي حدثت تغير شكلها من هذا الشكل إلى هذا الشكل، وهو هذا ما يسمى بفقر الدم المنجلي. يعني بس حبيت أعرض لكم الصورة حتى اللي ما يعرف هذا المرض يشوف هاي الصورة ويعرف شنو تفاصيل هذا المرض. نرجع إلى محاضرتنا، ومثل ما ذكرنا بعض الأمراض اللي أو الأمراض الوراثية اللي تحدث بسبب الطفرات، بعض من عندها ممكن أنه علاجه مثل ما ذكرنا، السرطان قسم من السرطانات ممكن علاجه عن طريق الإشعاع والجرعة الكيماوية، وبعض الأمراض اللي تحدث بسبب الطفرات لا يمكن علاجها، يعني حاولوا إيجاد علاجات إلها لكن حاليا لحد الآن لا يوجد علاج ناجع ممكن أنه ينهي هذا المرض، ومن ضمنها مثل ما ذكرنا سيكل سيل أنيميا أو فقر الدم المنجلي. نجي على موضوع آخر اللي هي mutations can be inherited، وهنا أنا دي يلفت نظرنا أنه الطفرات ممكن أنه يتم توارثها من الآباء ويتم نقلها إلى الأبناء، وهذا this means that if a parent has a mutation، إذا كان الأب عنده طفرة in his or her DNA، يعني الأب أو الأم إذا كان عنده طفرة then the mutation، إذا الطفرة is passed اللي هي راح يتم تمريرها او يتم انتقالها الى الابناء من خلال واحد من الاباء اللي يكون حامل لهذه الطفره. Only mutations in gametes are passed on to the offspring. هنا بدي اذكر انه فقط الطفرات اللي تكون موجوده بالجميتات او الامشاج ممكن انه يتم نقلها للابناء. يعني مثلا الاب عنده حاليا طفره و بعد فتره صار عنده طفل مثلا، فالطفل هذا اللي حدث او صار الحمل بعد هذه الطفره راح تنتقل له الطفره من الاباء. لكن mutations in the body cells only affect the organism in which they occur and are not passed on to the offspring. بينما الطفرات اللي تكون موجوده بالجسم واللي حدثت بعد ولاده هذا الطفل طبعا ما راح تنتقل لهؤلاء الابناء، ممكن انه تنتقل للابن القادم اللي يحدث ممكن انه تنتقل له. لكن في الوقت الحالي الموضوع عملية التخصيب ووصول المادة الوراثية من الأب ومن الأم، وبالتالي راح توصل الطفرة إلى الابن. عندنا أيضا نقطة أخرى هنا دا يذكر لنا mutations can be acquired، يعني الطفرة يمكن اكتسابها. شلون يمكن اكتسابها؟ دا يذكر لنا this happens، هذا يحدث when environmental agents damage DNA. شنو معنى هذا الكلام؟ أنه الطفرة ممكن اكتسابها وين هناك، عندما يكون هناك فد عامل بيئي ممكن انه يؤثر على الدي ان اي او يكسر من الدي ان اي او يغير من تركيبه الدي ان اي، او العامل الثاني. لاحظوا هنا أنا هذا يعتبر عامل اول اللي هي الميوتيشنز، الطفرات ممكن اكتسابها. العامل الاول هذا ذكرناه بوجود عامل بيئي ممكن انه يؤثر على الدي ان اي، او فد عامل اخر when mistakes occur when a cell copies its DNA prior to cell division. والعامل الثاني هناك أخطاء تحدث عندما تقوم الخلية بعمل نسخة ثانية من الـ DNA الخاص بها قبل عملية انقسام الخلية. احنا نعرف
قبل عملية انقسام الخلية، ايش راح يحدث؟ راح يحدث تضاعف للمادة الوراثية. خلال تضاعف هذه المادة الوراثية اللي راح يكون قبل انقسام الخلية، هو هذا اللي ممكن انه يصير به فد اخطاء بتتابع القواعد النيتروجينية، وهذا الشيء طبيعي. طبعا اكو فد ميكانيكية بالدي ان اي، هاي الميكانيكية ممكن انه تصلح الطفرات وتعمل على تصليح الطفرات، لكن ايضا في بعض الاحيان هذه الميكانيكية ما تكون قادرة 100% على اصلاح كل الخلل او كل الاخطاء اللي تحدث عند عملية تضاعف المادة الوراثية. لذلك هاي الطفرة ممكن تعبر هاي الميكانيكية وبالتالي تنتقل إلى الخلايا الجديدة وإلى الفرد الجديد. هنا أنا some terminologies اللي هي بعض المصطلحات اللي احنا حابين نعرفها. شنو هاي المصطلحات؟ فبشكل بسيط ليذكرنا هنا أنا individuals الأفراد showing changes الذين يظهرون تغييرات due to mutation الأفراد الذين يظهرون تغييرات بسبب الطفرة are known as mutants الطافرين. إذن الأفراد هذا المصطلح احنا نحب نعرفه ويكون عندنا مهم جدا. هذا المصطلح مهم اللي هو الأفراد الذين يظهرون تغييرات بسبب الطفرة يسمون الأفراد الطافرين أو mutants. هذا أول مصطلح احنا نحب نعرفه ونفهم تفاصيله. المصطلح الثاني اللي هو individuals الأفراد showing الذين يظهرون unaltered phenotype الأفراد الذين يظهرون شكل خارجي أو صفة خارجية أو phenotype خارجي متغير عن الصفة الطبيعية أو الشائعة بين أبناء جنسهم أو أفراد القريبين عليهم due to mutation بسبب وجود طفرة are known as variants. إذن هؤلاء الأفراد اللي يظهرون فد شكل خارجي أو صفة خارجية مختلفة عن الشكل العام اللي هم مجتمع، ما نقصد مجتمع الإنسان، يعني نقصد كل مجتمع بكائنات حية، مجتمع حيوانات، فيروسات، بكتيريا وما إلى ذلك. فإذن الأفراد اللي عندهم شكل خارجي مختلف عن المجموع العام للمجتمع اللي هم عايشين به بسبب وجود طفرة، بسبب وجود طفرة تسمى الفارينتس أو المتغيرون. مصطلح آخر العوامل or gene أو الجين causing mutations اللي يسبب الطفرة are known as mutagenes. إذن العوامل أو الجينات التي تسبب الطفرة تسمى الميوتا جينز، وهذا أيضا مصطلح من المصطلحات المهمة. عندنا الكاركترستيكس of mutations اللي هي صفات الطفرات، عندنا بشكل ملخصها أنا بشكل نقاط حتى يسهل عليكم حفظها أو فهمها، الفهم أفضل من الحفظ. Generally mutant alleles الأليلات اللي تكون طافرة بشكل عام are recessive اللي هي تكون متنحية، دائما الطفرات راح تكون متنحية وليست سائدة في الكائن الحي to their wild type or normal alleles. إذن الأليلات الطافرة دائما ما تكون متنحية وليست سائدة إلى النوع البري بها أو النوع الطبيعي من الأليلات، وتوجد بشكل أو بعدد قليل المجتمع اللي موجودة بهؤلاء الأشخاص راح يكون عددها قليل. ثانياً most mutations معظم الطفرات have harmful effect، وهذا اللي ذكرته أنا قبل قليل وأكدت عليه أنه معظم الطفرات، شوفوا هنا أقروها يعني بتدقيق هاي النقطة، نقطة مهمة جداً وتقدرون تربطوها بالوضع الحالي اللي احنا نعيش به في ظل الجائحة. Most mutations معظم الطفرات have harmful effect اللي هي معظم الطفرات راح تكون لها أثر مؤذي، لها أثر مؤذي، وهذا ما ذكرته قبل قليل بخصوص فيروس كورونا، انه هذا الفيروس الطفرات اللي تحدث به معظمها راح تكون تؤثر على الفيروس، مو تنطي صحية وقوة للفيروس، تؤثر على الفيروس نفسه.
ومن ضمنها انطي الدليل انه هي الطفرة البريطانية. هذه الطفرة سببها حدوث ديليشن او حذف بالمادة الوراثية لهذا الفيروس، وهذه اثرت على الاشواك او السبايكس الخارجية للفيروس. هذه السبايكس او الاشواك هي اللي تخلي الفيروس يرتبط بداخل الخلية، ومن يصير خلل بها معناها الارتباط ماله بالخلية راح يتضرر، وبالتالي ما راح يكون بالقوة اللي كان بها قبل حدوث هذه الطفرة. إذن most mutations معظم الطفرات have harmful effect، معظم الطفرات هذا متفقين عليه بكل الكائنات الحية، have harmful effect إنه لها أثر ضار بالكائن اللي تحدث به هاي الطفرة. But some mutations are beneficial، لكن بعض البعض هنا أنا فتشي قليل. أنا بالنسبة لي حتى نكون بجانب الأمان أقدر أقول 80% من الطفرات أو أكثر، أنا متأكد أكثر لكن راح أعطي نسبة أمان كبيرة، 80% من الطفرات هي مؤذية و20% هي ممكن تكون مفيدة أو ممكن أنها تكون طبيعية أو متعادلة، أي ما لها أي تأثير. فنسبة الطفرات اللي تكون مفيدة قليلة جدا قليلة جدا. النقطة الثالثة spontaneous mutations، الطفرات العفوية occur at very low rates، الطفرات العفوية اللي هي ذكرنا انه ما لها اي تأثير تحدث ايضا بمعدل قليل. النقطة الرابعة some genes، بعض الجينات shows تظهر high rate of mutation، بعض الجينات تظهر مستوى عالي من الطفرات. some genes مثل هذه الجينات are called as mutable gene، وهذا ايضا مصطلح مهم من خلاله نريد نعرف شنو معناها. بعض الجينات ممكن انه تظهر مستوى عالي من الطفرات، ومثل هذه الجينات تسمى ميوتابل جين. عندنا انا ذاكر لكم هذا المثال سابقا انه منطقه تسمى منطقه الام اتش سي ريجن او ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، اللي هي منطقه موجوده على كروموسوم حسب ما اذكر، هي بجينات بها جينات المناعيه موجوده حسب ما اذكر على كروموسوم 6. هذه موجوده على كروموسوم، نعم موجوده على كروموسوم 6 دكتور، نعم على كروموسوم 6. هذه المنطقه هي مسؤوله عن المناعه لدى الانسان، راح تكون بها مستوى الطفرات راح يكون عالي في هذه الجينات. فاذا نقدر نعتبر ال MHC region او منطقه ال MHC هي منطقة الميوتابل جين. ليش؟ لأن معدل الطفرات بها عالي حتى تكون المناعة دائما على استعداد للدفاع عن الجسم ضد المسببات المرضية الخارجية. خمسة highly mutable sites، اللي هي المناطق اللي موجودة أو المناطق الوراثية أو الموجودة على أشرطة الـ DNA اللي يكون بها معدل الطفرات عالية داخل جين within جين are known as hot spots. يعني مو بس الجين كليته، جزء من الجين أو نقاط في الجين أو أجزاء بسيطة من الجين يكون بها معدل الطفرات عالي تسمى hot spots. هذا أيضا مصطلح آخر مهم أنه حتى نعرف شنو هو hot spots، اللي هي مناطق موجودة داخل الجين وليست جين كامل، أجزاء من الجين يكون بها معدل الطفرات عالي تسمى hot spots. نقطة رقم 6 mutation can occur، الطفرة ممكن انه تحدث in any tissue، في اي نسيج او cell او في اي خلية somatic or germinal، سواء كانت هذه الخلية خلية جسمية او خلية جنسية of an organism، لكل كائن او لكل الكائنات الحية نقدر نسويها كتعميم. ننتقل إلى الموضوع الثاني اللي هو يذكر لنا هنا أنا mutations arise in two ways. هنا أنا يذكر لنا إنه الطفرات ممكن إنه تحدث أو تصير من خلال طريقة هذين الطريقين. الطريق الأول اللي هو أي شنو هذا الطريق؟ أي during DNA replication،
الطريق الأول اللي تحدث به هذه الطفرات أو تظهر لنا هذه الطفرات هو خلال تضاعف الـ DNA أو خلال تضاعف المادة الوراثية، حتى نتكلم هنا بشكل أشمل لكل الكائنات الحية وليس فقط للإنسان. Double strands of DNA are separated اللي هي الأشرطة المزدوجة للـ DNA راح تبتعد عن بعضها البعض، وإحنا هنا نحكي عند عملية تضاعف المادة الوراثية. Each strand كل شريط من الأشرطة is then copied يتم استنساخه حتى يوصل للخلية الجديدة to become another double strand. كل شريط من الأشرطة راح ينفصل وراح تبدأ عملية استنساخه حتى يكون شريط مزدوج جديد. فخلال هذه العملية ايش راح يصير؟ About حوالي 1 out of every 100 million. هنا دا يذكر لنا انه المستوى الريت او المعدل لحدوث الطفرة، انتبهوا هنا المعدل لحدوث الطفرة هو حوالي خلال هذه الخطوة حوالي واحد، يعني تحدث عندنا طفرة واحدة كل 100 مليون مرة. كل 100 مليون مرة من تضاعف أشرطة الـ DNA تحدث عندنا طفرة واحدة كل 100 مليون مرة من التضاعف. هنا نجد يصير a mistake occurs، أنه هنا راح تكون هناك خطأ يحدث during copying خلال عملية الاستنساخ which can lead to a mutation والذي سوف يؤدي إلى الطفرة، أو هو هذا الخطأ هو أصلاً الطفرة اللي حدثت. Some mutations بعض هذه الطفرات are spontaneous errors واللي هي عملية أخطاء عفوية، ومثل ما نلاحظ أنه خطأ صار خلال عملية تضاعف المادة الوراثية in replication خلال عملية تضاعف المادة الوراثية that evade the proofreading function of the DNA. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل أكو عملية تسمى proofreading أو عملية تصحيح لتسلسل القواعد النيتروجينية، وهذه الخطأ أو وهذا الإرور بتسلسل القواعد النيتروجينية عبر هذه ومزح هذه الوظيفة أو هاي الميكانيكية في الجسم أو بالدي إن إي صلح هذا الخطأ، وبالتالي تحول إلى طفرة خلال هذه الخطوة. و that synthesizes new polynucleotides at the replication fork. ده هنا ده يشرح لنا عن تفاصيل عملية البروف ريدنج أو تصحيح الأخطاء اللي تحدث خلال عملية تضاعف الدي إن إي اللي هي ده تصنع نيوكليوتايد جديد خلال التضاعف، وبالتالي تؤدي إلى عملية الخطأ. هذه الطفرات these mutations are called mismatches. هذا أيضا مصطلح مهم نحتاجه، أنه هذه الطفرات التي تحدث خلال عملية تضاعف الـ DNA هي تسمى mismatches أو عدم التطابق بالعربي. عدم التطابق من نجيب شريطين للـ DNA شريطين أو الشريط المزدوج راح تشوف احنا نعرف هذا مقابلة هذا A مقابلة T والسي مقابلة جي بتتابع القواعد النيتروجينية، لكن ممكن انه احنا نشوف اي مقابلة سي، وهذا احنا نعتبره خطأ. اذا هذا الخطأ هو طفرة، واسم هاي الطفرة مس ماتش اللي هو عدم التطابق. الشيء الطبيعي بالدي ان اي اي مقابلة تي وسي مقابلة جي، لكن هذا عدم التطابق هو يعتبر طفرة. هذا معنى المصطلح اللي هو mismatches. فده يذكر لنا هنا because they are positions where the nucleotide that is inserted into the daughter polynucleotide does not match. وهذا اللي أنا شرحته إنه بسبب إنه هذه المواقع يكون موجود nucleotide أو قاعدة نيتروجينية في الأشرطة الجديدة غير متطابقة مع ما موجود بالحالة الطبيعية by base pairing. بالأزواج النيتروجينية the nucleotide correspond at the corresponding position النيوكليوتيد اللي موجود بهذا الموقع in the template DNA
في شريط الـ DNA. If the mismatch, إذا كان هذا عدم التطابق is not corrected, إذا لم يتم تصحيحه, مثل ما ذكرنا أنه أكو خاصية تصحيح القواعد النيتروجينية اللي تحدث خطأ في عملية تضاعف الـ DNA, فهنا دا يذكر أن هذا عدم التطابق إذا ما تم تصحيحه in the daughter double helix, في الشريط المزدوج اللي تم تضاعفه الجديد, then one of the granddaughter molecules produced during the next round of DNA replication. وهذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي انه هذا راح ينتقل الى خلال عمليات التضاعف الى الأشرطة الاخرى خلال عمليات تضاعف DNA, واللي راح يكون هذا الخطأ راح يكون دائمي, اي راح ينتقل من الآباء إلى الأبناء. و double stranded version اللي هي الأشرطة المزدوجة, النسخة من هذه الأشرطة المزدوجة راح تكون حاوية على هذه الطفرة. هذا واحد من الطرق اللي إذا تحدث به الطفرات اللي هو أي. نجي على النقطة بي, هنا أنا دا يذكر لنا اللي هو السبب أو الطريقة الثانية التي تحدث بها الطفرات, other mutations, الطفرات الأخرى arise, تحدث because a mutagen, بسبب مسبب اللي هو عامل راح يؤدي إلى حدوث هذه الطفرة. وهذا الميوتاجين has reacted, تفاعل with the parent DNA, تفاعل ويا الـ DNA الأصلي اللي قبل ما يحدث التضاعف, causing structural change, اللي أحدث تغير تركيبي واللي راح يأثر, that affects the base pairing, اللي راح يأثر على زوج القواعد النيتروجينية وقابليتها capability of the altered nucleotide للنيوكليوتايد أو القاعدة النيتروجينية التي تغيرت. Usually, عادة, this alteration affects, هذا التغيير راح يأثر only, فقط, one strand of the parent double helix, راح يأثر على شريط واحد من الأشرطة المزدوجة للـ DNA. So only one of the daughter molecules, واحد من القواعد النيتروجينية carries the mutation. يعني هنا فقط واحد أو جزء من الأزواج النيتروجينية راح يحمل تغيير, but two of the grand daughter molecules produced during the next round of replication will have it. لكن عملية التضاعف الثانية اللي تحدث قبل تكوين الخلايا هو اللي راح ينقل هذه الطفرة للاثنين, لاثنيناتهم. Mutagenic agents, العوامل اللي تسبب الطفرات اللي هي mutagenic agents are usually classified, يتم تصنيف هذه العوامل التي تسبب الطفرات إلى chemical اللي هي كيميائية or physical mutagens. هذا اللي مهمات أيضا, أنه العوامل اللي تسبب الطفرات يا أما تكون كيميائية أو تكون فيزيائية. إذن من خلال هذا الشرح تلاحظون إحنا بالسبب A أو الطريق A والطريق B. نقدر نقول الطريق A هو بسبب حدوث حالة طبيعية داخل الـ DNA أو المادة الوراثية. الطريق B هو بسبب وجود فد عامل مؤثر راح يأثر على الـ DNA ويغير من تركيبته ويؤدي إلى ظهور هذه الطفرة. وطبعا لذلك العوامل الطافرة راح تنقسم إلى اثنين, chemical و physical. الفيزيكال أو الفيزيائي أو العناصر الفيزيائية اللي تسبب الطفرة راح تنقسم إلى قسمين, من ضمنها radiation اللي هي الإشعاعات, مثل الايونايزنج اللي هي الاكس راي, الاشعه الاكس راي الاعتياديه اللي تاخذوها بالعيادات او بالمستشفيات, الجاما راي او الكوزميك راي, نان ايونايزنج, النان ايونايزنج اللي هي الترا فايوليت راي او الاشعه فوق البنفسجيه. الجزء الثاني اللي هو الهيت او الحراره. انتبهوا, هذه من العوامل الفيزيائيه اللي تسبب الطفرات. الحرارة break, الحرارة ايش راح تسوي؟ break the glycosidic bond in DNA,
الحراره راح شو تسوي؟ تكسر الاصره جلايكوزيه بالدي ان اي، واللي راح تسبب الى ريزولت فروم ابيورينك سايت اور بيسليس سايت. هذه الحراره ايش راح تسبب؟ راح تسبب لنا فقدان واحد من القواعد النيتروجينيه او واحد من النيوكليوتيدات، وبالتالي راح يظهر لنا شريط ب طبعا الشريط راح يكون مزدوج، راح نلاقي وجود قاعده نيتروجينيه في احد الاشرطه يقابلها مكان فارغ لا يحتوي على قاعده نيتروجينيه، وبالتالي تسمى الابيورينيك. هذه الظاهره تسمى الابيورينيك، وهي ظاهره فقدان احد القواعد النيتروجينيه في احد الاشرطه، لكن الشريط الثاني المقابل له راح يكون موجوده قاعده نيتروجينيه، والسبب في حدوث الظاهره ظاهره الابيورينيك اللي هي الحراره اللي هي راح تكون مؤثره وتؤدي الى تكسر اواصر داخل الدي ان اي، وبالتالي فقدان احد القواعد النيتروجينيه. نجي على الجزء الثاني اللي هو الكيميكال ميوتاجينز، العوامل الكيميائيه، من ضمنها البيس انالوجز، واللي ايضا راح تحتوي على مواد كيميائيه تؤثر على التركيب الكيميائي للدي ان اي، وانتركاليتنج ايجنتس اللي من ضمنها الافلاتوكسين اللي هي السموم الفطريه، الافلاتوكسين اللي هي السموم الفطريه، والبنزوبايرين والإثيديوم برامايد. واتذكر اني في بعض المحاضرات شرحت لكم انه الإثيديوم برامايد اللي هو احنا نستخدمه في عمليه التحضير لعمليه الترحيل الكهربائي وتحضير الجل اللي نستخدمه في عمليه الترحيل الكهربائي للدي ان اي، نحتاج نضيف إثيديوم برامايد للجل حتى نقدر نشوف اواصر او البوند اللي بالدي ان اي او الباندز اللي بالدي ان اي اثناء عمليه الترحيل الكهربائي، لذلك نضيف له الإثيديوم برامايد. وبالتالي في حاله تحضير الجل عندنا بالمختبر يجب ان نكون دقيقين ونتعامل بحذر مع هذه الماده، وايضا نتعامل مع الجل ايضا بحذر، لان بسبب وجود الإثيديوم برامايد اللي هو احد العناصر الكيميائيه التي ممكن انه تسبب بحدوث طفره، وبالتالي ممكن انه تسبب حدوث امراض للشخص اللي يتعامل دائما مع هذه الماده. النقطه الثالثه بالعوامل الكيميائيه الكاليتنج ايجنتس او العناصر الكاويه اللي تحوي على النيتروجين او الخردل موستر او الايثيلين اوكسايد، ايضا هذه من العوامل الكيميائيه اللي ممكن انه تسبب الطفره. نجي على موضوع اخر ايضا لا يقل اهميه عن المواضيع اللي شرحناها، من ضمنها consequences of mutations او consequences of mutation اللي هي عواقب الطفره او ما يحدث بسبب الطفره. وذكرنا النقطه الاولى هنا راح تكون الطفرات ممكن انها تكون طفرات مساعده او مفيده، فراح ينطينا ايضا مثال على هذه الطفرات المساعده. فده يذكر لنا هنا helpful mutations الطفرات المساعده improve تحسن the organism's chance، راح تحسن من فرصه الكائن الحي for survival لاجل العيش والنجاه خلال الحياه reproduction وانتاج او حدوث او انتاج الابناء and diversity والتنوع الجيني داخل الدي ان اي، وبالتالي راح يخليه او يساعده على انه يتغلب على العوامل الطبيعيه اللي موجوده بالطبيعه اللي ممكن تاثر عليه وممكن تاثر على حياته. فمن ضمنها نعطينا هنا كمثال examples of helpful mutations
أمثلة على الطفرات المساعدة أو المهمة كان بي Poison Dart Tree Frog، هذا واحد من أنواع الضفادع. Poison Dart Frogs are normally bright blue، هذه الضفادع عادة ما تكون لونها يكون أزرق مشع أو أحمر أو أصفر، هذه ألوانها الطبيعية اللي موجودة بالطبيعة، لكن mutations الطفرات making it green، ممكن انه تحول لون هذه الضفادع الى اللون الاخضر، والتي بالتالي راح تكون طفره مساعده لهذا الضفدع. ليش؟ because it cannot be easily seen among the green trees، هذا الضفدع راح يتعرض الى الافتراس من الحيوانات الجارحه. هذه الطفره اللي دا تحول الضفدع من اللون الأزرق أو الأحمر أو الأصفر إلى اللون الأخضر اللي يكون مشابه لألوان الأشجار اللي يعيش عليها، وبالتالي فإن المفترسات اللي تعيش بهذه الطبيعة ما راح تقدر تشوفه، لذلك منطينا هنا سبب therefore it has an increased chance، راح تكون عنده نسبة عالية أو تزداد نسبة النجاة من المفترسات، لأن المفترسات ما راح تكون تشوفها بسهولة، وبالتالي ممكن يعيش، ونسبة العيش مالته بالاحتمالية راح تكون أعلى من أقرانه اللي أصحاب اللون الأزرق والأحمر أو الأصفر. زين، منطينا مثال آخر اللي هو increase biodiversity اللي هي زيادة التنوع الأحيائي و turn off harmful genes، ممكن انه طفرة المفيدة ايضا انه توقف لنا الجينات اللي تكون مؤذية وتنتج لنا نسخة اخرى من البروتين ومن التعبير الجيني لهذا الجين اللي تكون مهمة ومساعدة لتطور الكائن الحي. ومثال اخر اللي هو الهيموغلوبين، والهيموغلوبين اللي موجود على الريد بلود سيلز اللي هي تحمل الاوتو، but in case of an individual في حالة الفرد اللي راح يكون أو راح يتورث أو تجي صفة one copy of mutated gene اللي هو الجين اللي يحوي على طفرة، they do not have the disease sickle cell anemia اللي ما يحتوون على فقر الدم المنجلي، لكن مقابلها راح يكون عنده فد رد فعل يحمي من حصول الملاريا، وهذا ما يحدث في بعض القبائل اللي موجودة في أفريقيا، أنه تحدث هذه الطفرة عندهم، وبالتالي أنه يكونون محميين من الإصابة بالملاريا في أفريقيا. حتى لو أصابتهم الملاريا راح تكون أعراضهم بسيطة واعتيادية وليست قوية بسبب الطفرة هاي اللي راح تكون مهمة ومفيدة لهم. اثنين، نوع الطفرات الآخر اللي ذكرناه قبل قليل اللي هو الهارمفول أو اللي هو المؤذي. هنا شرح تصير هاي الطفرات شرح تسوي، they reduce the organism's chance، راح يقللون من فرصة هذا الكائن الحي for survival من النجاة and reproduction واللي هو إنتاج الجيل التالي أو إنه يكون عنده أبناء. فهنا دا ينطينا كأمثلة عليها any mutation، أي طفرة can lead to diseases اللي هي أي طفرة تسبب لنا فد مرض مثل cancer, over exposure to UV light اللي هي السرطان اللي متسبب بسبب التعرض غير الاعتيادي لأشعة فوق البنفسجية، cystic fibrosis أو Turner syndrome اللي ذكرناه في محاضرات سابقة، والسيكل سيل ديزيز اللي هو فقر الدم المنجلي، والهيموفيليا، وايضا الداون سيندروم او مرض العته المنغولي. وكنقطه ثانيه بروتين مال فانكشن اللي هو وجود فد خلل بالبروتينات and stop the fetus development، راح يصير طفره تؤدي الى خلل بالبروتينات او بوظائف البروتينات، وبالتالي راح توقف الجنين عن النمو، فراح يكون ضررها لهذه الطفرة راح يكون قوي. The mutation
of bacteria، الطفرة اللي تحدث بالبكتيريا بكتيريا can lead to antibiotic resistance that is also harmful for us. هنا بدي اذكر انه بعض الطفرات ممكن انه تؤدي بالبكتيريا انه تكون مقاومة للانتيبايوتكس او المضادات الحيوية، وبالتالي من تكون البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية هذا راح يكون فد اثر مؤذي لنا كبشر، لان هاي البكتيريا ممكن انها تسبب لنا امراض، واذا صارت مقاومة للمضادات الحيوية بالتالي ما راح نقدر نقضي عليها وممكن انها تسبب لنا مضاعفات وامراض مختلفة. In case of an albino tree frog، في حالة الضفدع الألبينو، هناك حالة انه يكون الضفدع ابيض او ما يسمى بالألبينو، حتى هذه الحالة موجودة بالإنسان وذكرناها في محاضرات سابقة. It has a harmful mutation، انه هذه الطفرة اللي تحول الفروغ الى اللون الألبينو او الابيض هي مؤذية، because it can be easily seen among the green trees، بسبب انه هذه الضفادع ممكن رؤيتها من قبل المفترسات، وبالتالي ممكن بسهولة القضاء عليها من قبل هذه المفترسات والتغذية عليها. Therefore it has a decreased chance، أنه هناك فرصة قليلة لهذه الأنواع اللي تحدث بها هاي الطفرة أنه تهرب من المفترسات، وبالتالي راح تقل فرصة نجاتها وإنتاج جيل جديد من الأبناء. التأثير الثالث للطفرات اللي هي النيوترال أو المتعادل أو اللي لا يحوي تأثير أو اللي يكون متوازن، يسمى نيوترال متعادل أو متوازن أو اللي ما إلى تأثير. These mutations، هذه الطفرات do not show any advantages، يعني هذه الطفرات ما إلها أي فائدة، or disadvantages، ما إلها لا فائدة ولا سلبية على الكائن الحي. In fact، في الحقيقة many organisms may have mutated genes، العديد من الكائنات الحية ممكن انه تكون لها جينات حاوية على طفرات، and not know it، ولا يعرفون بوجود هذه الطفرات. ليش؟ لان ما راح يكون لها اثر على الفينوتايب او على المظهر الخارجي، وما ممكن انه تأثر على الستركتشر او التركيب او الوظيفة لهذا الجين في الخلية. ومثال عليها، we consider a codon، مثلا عندنا هنا فد شفرة اللي هي CUU، codes for leucine اللي هي الكود لبروتين الليوسين. suppose لنفترض انه هاي راح يصير بها طفرة، وهذه الطفرة حولت هذا الكود اللي هو CW الى CUC، that still codes for leucine. احنا مو ذكرنا سابقا في محاضرات سابقة انه بعض الطفرات ممكن انه تحولنا بالكود اللي يشفر لبروتين محدد، لكن هذه الطفرة ما راح تغير من التركيب هذا البروتين. فهو دا ينطينا على مثال عليها اللي هي هاي تكون الطفرة المتعادلة او اللي ما لها تأثير، فتغير التركيب الكود من CUU الى CUC، لكن نفس الكود بعدد ينتج لنا بروتين الليوسين، وبالتالي ما راح يكون اي تاثير لهذه الطفره، تسمى السايلنت ميوتيشن او الطفره الصامته، وبالتالي ما راح يكون لها تاثير على الفينوتايب او على الوظيفه او على اي شيء اخر داخل الخليه او على المظهر الخارجي للكائن الحي، وبالتالي تسمى نيوترال ميوتيشن او الطفره المتعادله او الطفره اللي لا يوجد لها اي تاثير.